وفي شأن الخارجي، ركز رئيس الجمهورية على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار. تبون شدد على أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبي التضامن وحسن الجوار، مؤكدا رفض الجزائر للتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما تتصدى الجزائر بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية.